صافي مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر والعاجل من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من منطقة الرحمة. احنا الآن مشاهدي قناة شوف تيفي كنتواجدوا أمام مركز الطب الشرعي هنا، بحيث كتواجد الجثة ديال السيدة اللي كتبلغ من العمر ديالها 55 عام، واللي يعني مازال إلى حدود الساعة ما عرفوش يعني السبب ديال الوفاة ديالها. هاد السيدة هذه مشاهدي قناة شوف تيفي كانت كتعيش يعني تحت سقف واحد مع واحد السيد لمدة 20 سنة، لكن بدون عقد زواج، والاسره يعني ديال الضحيه متفاجئين طبعا من الخبر ديال الوفاه ديالها في ظروف غامضه، ومتفاجئين طبعا بان الاخت ديالهم يعني كانت كتعيش في سقف واحد بدون عقد يعني زواج. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. البركه في راسك. الله يبارك. كيبقى خاطركم اسي؟ وخاطرنا ما هناناش، خاطرنا هذا السيد كان طالبه بتشريح للدريه ختمه. احنا كنطلبوا من صاحب جلالة الملك يتدخل في هذا الشيء. هذه السيدة جابوها هنا، داوها بغاو يدفنوها ويمشي ويغطيو عليها بحال لا حتى حاجة ما كاينه. هذا بغا يدفنها، بغا تدفنها العشيق تاعها بدون عقد زواج، وبنتها مربياها وكابرة عند بوات عند جداها. هي الأم البيولوجية ديالها، الام بلولوجيه تاعتها، وكان البنت غير شرعيه مع الاب ديالها. مع الاب ديالها. ماشي هو الاب ديال البنت. ماشي هو الاب تاع البنت. إيه؟ الاب تاع البنت ما عندوش عقد جواز مع الضحيه. مع الضحيه. الله يرحمها والله يسلمك. وكان طالبوا من صاحب الجلاله. ما كنتوش عارفين بانه راه. ما احنا ما كناش عارفين بان عندها عقد معاه. احنا كنعرفوا عندها عقد يعني مزوجه غير ما مزوجاش. وكيفاش كانت العلاقه هي؟ وملي جينا وراوها لينا هنا في لامور خارج اليدين من نيفها. بغينا ورجليها زرقين كاملين. كنطالبوا من صاحب الجلاله بانه يتدخل في هذه القضيه، ونطلبوا بالتشريح الثلاثي. الشريح الطبي طبعا. الشريح الطبي ثلاثي يتحول من هذا لامور وتمشي لامور تاع الرباط ولا لشي مدينه اخرى. الطريقه بغينا نوصلوا سبب الوفاه تاع الاخت تاعتنا. الله يصبركم اسيدي، الله يصبركم يا ربي، الله يصبركم. طبعا ماشي سهل، ماشي سهل. احنا كنطالبوا بصاحب جلاله يتدخل في هذه القضيه. الناس جاوا بغاو يغطيو عليها، بغاو يغطيو ويديوا يدفنوها خزنه، وحنا العائله تاعتها بغاو يغطيو ويديوها يدفنوها. طبعا انت سيدي غير باش نطمئنوا، راه الجثه الان يعني في لامورك هنا في الرحمه، واكيد راه الناس المسؤولين كاملين هنا غيديروا كل ما في جهدهم باش انهم يوصلوا. كنطالبوا من سبب الوفاه ديالها. احنا كنطالبوا من رجال الامن تاع الحموشي يتدخل في هذه القضيه، وصاحب الجلاله الملك يعني نصر الله يتدخل لنا في هذه القضيه. واش الضحية كانت كتعاني من شي مرض؟ الضحية ما كانت كتعاني من تا مرض، كانت كتعاني من مرض كتقول لك سرطان في الكرش ديالها، وكان سرطان كي خاصو يكون مدة طويلة، ما كاملاش هذه 15 يوم. كانت متدهورة جدا ولا كانت يعني عادية؟ كانت عادية، كانت عادية. شهرين صافي. مدة شي شهر ولا شنا هو، قالوا لنا راه حابسينا ما كنجيوش عندها. علاش ما كتجيوش عندك؟ ما كان قال لك ما تجيوش عندي. حابسكم؟ حابسنا هذاك العشيق تاعها وبنتها. كان تيحبسكم؟ كان كيحبسنا. كيقول لينا ما نجيوش عندها. اكتشفنا الامر بان ما عندهاش. فاش تكتشف الامر بان ما عندهاش، اكتشفنا بان ما عندها لا عقل لا والو، صافي ولات بحال متنكر بان ما باغيكش تجي عندو. فاش بغى يشوفها الاب ديالها هزي. مرضات صافي يعني كدويمه. بغى يشوف الاب ديالها، جبناها خديناها الاب ديالها من الاب ديالي، مشى طلع نزلها ديناها عند الاخ ديالي تما فين شافها. والاب ديالي قال لك انا خاصني شو نتاكد، انا ندي بنتي للسبيطار. ديناها الموريزكو ما قبلوهاش لينا، قالوا لنا السيده ديوها تتموت. قلنا ديوها صافي يعني، قلنا غير ديوها تتموت. الحاله ديالها كانت متدهوره؟ الحاله ديالها كانت متدهوره بزاف، لانها كانت كتسيل بالدم من مخرج الفم، فمها تا هو تيدوز بالدم. ولكن شنو اللي وصلها لهذه الحاله كامله؟ اللي وصلها زعما مرض عادي ولا ما عرفناش. احنا العلاقه ديالها بالسيد كانت عايشه ما نقدرش نقول لك
حنا ما عرفناش لحد الان الطبيب الشرعي هو اللي غادي يقول لنا شنو السبب للوفاه ديالها. ما عمرها جات عندكم قالت لكم انا راه ديك السيده ما مرتاحاش معاه ولا كانت كتشكى بحال هكا شي خصومه عاديه كتكون ما بين الزوجين ومن بنتها كانت كتقول بان بنتها كانت كتدفعها كتعايرها كتعنفها الى هذه بنتها كتقول بنتها وهذا الشيء اللي بغيت نضيف بان هي كانت ساكنه في واحد بيتو كوزينه كيف ما تنقولوا نص ابارطومون يعني كارين عادي هي اللي كانت كاريه هي اللي كانت كتخلص الكرا وكانت كانت خدامه في نفس الوقت وعايشه مع اخته معاه ماشي مشكل اختو الاخت ديال حتى هو كانت عايشه معاه عايشه الاخت ديالك و الاخت ديال السيده كانت عايشه معاه والبنت كانوا عايشين تحت سقف واحد واللي ده هنا ما كنطالبوا من بالتشريح ديال الاب ديالنا كنهضر بصفه ديال الاب ديالي راه دابا راه في الطوموبيل راه كيبلغ حوالي 106 ولا 107 سنه قال لك انا بغيت نتاكد باش مات الله يصبركم يا رب واخا يقول شي لي بانه سيدي كانت عايشه معاه وبنتها كانوا بغاو يديروا لها معاينه عاديه وصافي مشاو على الطبيب الشرعي كانوا باغيين يديروا لها معاينه عاديه تلقينا لهم مشينا على الطبيب الشرعي ماشي تلقينا لهم مشينا على الطبيب الشرعي قلنا له ودي هنا هذا الموت على بغتاق حنا واش من حقنا نديروا يعني لو كانت ميته مسكينه مرض السرطان كنتوا غتعرفوا حنا استشرنا مع عارفين حنا عندنا مرض السرطان عندنا اخر مره شفتي اختك كيمسا كانت الاخت ديالي شفتها ملي كان جا الوالد وجابها عند الاخ ديالي المنزل ديالو وشناها كانت كتهضر شحال تقريبا المده تقريبا ديال حوالي 20 يوم حتى 25 يوم كيفاش كانت الحاله ديالها كانت بعدا كتحرك رجليها كتاكل كانت كتهضر كل كانت كتهضر هضره ثقيله وكانت كتاكل بعدا كوميم كانت شويه عليها الحاله ديال بانها تقدر تعافى من ذاك المرض داك الشيء العمر بيد الله سبحانه وتعالى الله يرحمها ويرحم الجميع احنا كنا فاش مشينا عند الطبيب ديال الجامع انها احنا مشينا غير باش نقولوا ليه ودي احنا راه كنطالبوا بلاطوبسي الطبيب الشرعي لقيناه هو تم عنده ايه شاف الاخت ديالي عنده الاخت ديالي قالت الطبيب قالت له احنا غنطالبوا بالطبيب الشرعي تهجم عليها ضربها طاحت علاش شنو السبب مع لحد حنا ما عرفناش شنو السبب السؤال خاصو هو دفعها طاحت على ركبتها دابا راه معاره كتشوفي فيها كتعرج مفدوعه من يدها دارت به شكايه على الضابطه القضائيه يعني ديجا دا كنت يعنف الاخت ديالك اللي كانت عايشه يعني ديجا ما نقدرش انا ما نكذبش عليك ما نقدرش ندير تقليد ديال شي واحد ويا رب دار الحق دابا الوحيد لا. انكم تعرفوا سبب الوفاه ديال اختي الاب ديالي كيطالب بسبب الوفاه ديالها واخا خويا رساله وصلت شكرا مشاهدي قناه شكرا تطرح في هذا الموضوع هذا في انتظار ان شاء الله ما ستسكر عنه النتائج ديال التقرير الطب الشرعي هنا منطقه الرحمه بلا مورغ هنا بمنطقه الرحمه نلقاكم ان شاء الله في بث مباشر اخر الى اللقاء